أهلا بحضراتكم. تحدثنا في الأسبوع الماضي في إحدى الحلقات مع فضيلة الدكتور حول عصمة الأنبياء بشكل عام، وقال فضيلته بأن الأنبياء بالفعل معصومون حتى قبل الرسالة. هم أي نعم بشر، ولكنهم عفوا قد لا يكونوا معصومين، يعني البشر قد يخطئ أو ما إلى ذلك، ولكن في النهاية نحن نتحدث عن الأنبياء. وقد تحدثنا في تفاصيل كثيرة حول بعض المزاعم التي قد يرددها البعض فيما يخص أنبياء كثر قد اتهموهم بأشياء لا تجوز. نتحدث اليوم مع فضيلة الدكتور حول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حول عصمته. هناك من قد يأخذ بعض المواقف أو بعض الأحداث التي فعلها الرسول الكريم ويحاول أن ينال من عصمته، ويحاول أن يشكك في هذا الأمر. وهناك آخرون يقولون هل هذه العصمة هي عصمة في النفس؟ أم أنها عصمة في البدن؟ أم أنها عصمة النفس والبدن؟ أشياء كثيرة ومعلومات سننقحها ونرد عليها ربما مع فضيلة الدكتور إن شاء الله في هذه الحلقة. سؤالنا لحضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، كيف نرد على من يشككون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كمان هننتظر مشاركات حضراتكم على أرقام الهاتف الظاهرة أسفل الشاشة وعلى الاس ام اس وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك، وننتظر أسئلتكم ومشاركتكم إن شاء الله. في البداية أرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بفضيلتكم مولانا. لو تكرمت فضلتك، ممكن مرة أخرى تبين لنا فكرة العصمة؟ هل العصمة تسري على الأنبياء بما فيهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل وبعد البعثة كما هي أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الأنبياء وفيهم سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام معصومون من الزلل والخطيئة، وهناك فرق بين الخطأ والخطيئة، والفرق أن الخطأ يقع من غير قصد والخطيئة تقع بقصد المخالفة. فأنا عندما أرتكب معصية فهذه المعصية تسمى خطيئة، ولكن عندما يجري القدر على يدي أو في شأن حياتي بما لا أريده فهذا يسمى الخطأ، ومنه القتل الخطأ. عندما وكز موسى المصري لم يكن يريد قتله، بل كان يريد دفعه عن الإسرائيلي حتى يدافع عن بني دينه أو بني جلدته، فهذا خطأ. عندما أراد يونس عليه السلام أن يسير بعيدا عن قومه لأنه قد مل منهم ومن مناقشاتهم وكذا، فهذا خطأ وليس خطيئة. ذهب مغاضبا نعم. وهذا خطأ. نعم. فالأنبياء قبل البعثة أو بعد البعثة قد يقعون في شيء مما قد يجريه الله سبحانه وتعالى على أيديهم من مخالفة أو من نقص أو من تقصير، وهذا يسمى خطأ ولا يسمى خطيئة. والأنبياء قبل البعثة وبعد البعثة هم معصومون من الخطيئة. قبل وبعد البعثة. قبل وبعد البعثة معصومون من الخطيئة. يزيد عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوصف فعله بعد البعثة حتى كمان لزيادة شرفه حتى بالخطأ. لا يوصف هذا إطلاقا، ولكن يوصف بأنه فعل العفو. عفى الله عنك لما أذنت له. واخد بالك ازاي؟ عفى الله، فهو عفو، هو اذن لهم من رحمته، من وسيع رحمته صلى الله عليه وسلم، قلبه رحيم. هكذا انا، والرحمه يعطى عليها لا يؤاخذ عليها، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لكن عندما يقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم، يعني كانه يقول لا تاذن لهم. نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبره، ده تكاليف، بالرغم أن النبي صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وكفنه في بردته. رحمة، شهامة، مروءة، إعطاء الناس قدرها الدنيوي، لأن عبد الله بن أبي سلول ده
ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، سلول دي أمه، ولذلك نكتب الألف في ابن مش أبوه. نقول عيسى ابن مريم نحط الألف، ما نقولوش عيسى بن مريم، لا ابن مريم. يعني الألف في ابن تدل أنه منسوب إلى أمه، إلى أمه، من غير الألف بأنه منسوب إلى 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 الأب، إلى الأب. محمد ابن عبد الله يبقى عبد الله أبوه بهنون على طول، على طول. واخد بالك إزاي؟ نعم. أو جده أحمد، نعم، ابن حنبل، حنبل ده جده، لأنه أحمد ابن محمد ابن حنبل. نعم نعم. فحنبل جده، تقول أحمد بن حنبل على طول. فالألف تثبت لما تكون صفة. يونس ابن متى تحط الألف. ابن عليا، عليا دي أمه، فتحط الألف، تحط ألف. واخد بالك؟ واحد من التابعين اسمه ابن عليا. لما تيجي ابن أبي ابن سلول قم تحط الألف، لأن سلول دي أمه، الأم، ما هياش سلول إيه؟ أبوه، ما هوش راجل سلول. أيوه. ده أنثى اللي هي أم إيه؟ عبد الله ابن أبي. يعني ابن أبي وابن سلول، يعني كده. فابن أبي تتشال الألف، ابن سلول تتحط الألف، راح مصلي عليه. عمر يقول له ما تصليش عليه، أيوه عمر، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا، فالدرجة العليا دي هتسميها خطيئة؟ ما ينفعش. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وما العمل كده دي من العفو، من باب العفو. واخد بالك؟ فبالتالي كان العتاب، لا ما هوش عتاب، التكليف. عفى الله عنك دي بشرة. صحيح. لا، عفى الله عنك دي درجة، عفى الله عنك ده علو مقام. تمام. لكن البشرة وعلو المقام لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سيأمره الله سبحانه وتعالى لأمر آخر بما يخالف ذلك الرقي، إلى رقي آخر، من رقي إلى رقي، ومن درجة إلى درجة هي أعلى منها. أدي شأن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك العلماء لما جم في الآيات اللي هو يعني على 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 المعاني العامية اللي شايعة في وسطينا كده تعمل إشكال، لكن لما نتعمق في اللغة تبقى أوضح من الواضحات وأجلى من البينات. إيه زي إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر كده يعني بيني وبينك إيه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا ما فيش إثم يعني. ولكن إيه رأيك بقى إن الوزر غير كده خالص؟ ده الوزر هو السقف، السقف، السقف. أو الحمل من أوزار. هقول لحضرتك حاجة، هو معناه السقف، السقف، خلاص، سقف. فبيقول له أنا منشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني شلنا السقف بتاعك حتى تترقى في مراقل علشان تنطلق. تاخد بالك لما الصاروخ يشيلوا الوزر بتاعه، اللي هو الغطاء بتاعه اللي هو علشان ينطلق. فالوزر ده عامل له ايه؟ عامل له يعني محجم، محجم. عايز ينطلق في سقف ليك. نعم. راح فتح له السقف ده، فلما فتح السقف ده بالوحي انطلق صلى الله عليه وسلم الى مراقي العبوديه، الى ان وصل، الى ان اسري بجسده وروحه الى السماء العلى. نعم. الدين هيتفهم بطريقه ثانيه. لما انا افهمه بالكلام العامي بتاع وزر، معناها يعني ان احد معاني الوزر ده الذنب، ووضعنا عنك وزرك يعني وضعنا عنك ذنبك، يبقى هو كان بيذنب، يبقى هندخل في ما ايه؟ في مواويل تاني. لكن لما نقول الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك السقف الذي فوقك حتى تنطلق ورفعنا لك ذكرك، ها؟ هيستقيم المعنى كله، كله ما ماشي على الصورة. مظبوط. يعني دي مدح ودي مدح ودي مدح. إيه اللي يخلي ده كمال وده كمال وده مش كمال؟ ده كلام ده. أما ساعتها بقى هتبقى كلها بلاغة. نعم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر اللي هو إيه؟ وجود السقف ده، واليسر
انطلاق السقف انما فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب يبقى ترقى. لا. ولا يزال قارئ القران يقرا وقال له اقرا وارتق ارتقي يعني في يوم الايام. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. الله دي كلها كمالات محمديه. فلما يجي بقى ولد مجرم لانه ما هوش مؤهل ويدرس لاولادنا ويقول لهم قولوا يا اولاد الف لام ميم نشرح لك صدر. طب وده تنتظر منه ايه؟ الف لام ميم نشرح لك صدرك، دي الم نشرح لك صدر. اذا فنحن امام بلاء انه اخينا ما هوش عارف الف لام ميم من الم. ليه؟ لانه ما قراش على شيخ، لان قراننا ما هوش مكتوب فقط. ده الكتابه دي يعني شيء من انواع الاثبات والتوثيق، لكن هو اساسا محفوظ. والعيال حافظاه، الولاد، الاعاجم، السيدات، الرجال حافظينه عن ظهر القلب. فيبقى إذن احنا امام ايه؟ امام صوره زيديه يجب ان تفسر في مين بقى يعني ينبه الى هذا ويقول لهم يا اخوانا اوعوا تغيب عنكم اللغه العربيه علشان اوعوا تعتقدوا في سيدنا الرسول إيه؟ عليه الصلاه والسلام القاضي عياض. ولذلك الف كتابه الماتع الشفاء في بيان حقوق المصطفى، حقوقه في ذمتنا، في بيان حقوق المصطفى. واعلى من شان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم بما هو حقه، بل بما هو اقل من حقه. نعم نعم عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طيب مولانا في ايه اخرى يعني عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك الى اخر الايه الكريمه. نعم. طيب هنا فكره العبوس وعدم تقدير هذا الرجل ومين اللي عبس؟ وقال له عبست وتوليت. ان جاءه الاعمى. حلو. وما يدريك. صحيح. حديثا موجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا. ده عبس الراجل الكافر اللي كان عنده. لما عبد الله ابن ام مكتوم دخل، راح الراجل مقطب روحه كده وبص وقال اوه هيجيب لنا بقى العبيد يقعدوا معانا، هيجيب لنا اسافل القوم، كبرت كلمه تخرج من افواههم، دول ساده القوم ودول ساده العالمين. فاللي عبس اللي عنده مش النبي اللي عبس. عبس وتولى. طب هو النبي تولى؟ ديك هتعبس وراح مودي وشه الناحيه الثانيه كده اهو كبرا. عبس وتولى ان جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمى وما يدريك لعله يزكى. ما يدريك هنا وما الخطاب موجه لهذا الكافر حتى لو وجهته للنبي عليه الصلاه والسلام. وما يدريك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأساش على الكافر ده، اصبر معاه. هو جاي من بيئة مشبع بمفاهيم خاطئة جعلته يعبس ويتولى. ما تقاس منه، ما تقولش الله ده بيهين صحابتي، واخد بالك ازاي؟ لأنه لعله يزكى. اصبر معاه، واخد بالك؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فاستمر معاه وما تجعلش هذا العبوس ولا هذا التولي يزعلك بحيث أنك تطرده. الملوك والرؤساء يعملوا إيه؟ لو حصل كده معاه واحد، فدخل واحد من أتباعه السكرتير بتاعه ولا حاجه، فلما دخل راح صاحبنا ده ودى وشه ناحيه وقال اوف بقى، قوم يقول له اطلع بره، قوم اطلع بره. فربنا بيقول لسيدنا النبي لا ما تقولوش قوم اطلع بره، اللي هو الكافر ده اللي عبس وتولى ده ممكن ان هو ده يهتدي. نعم. وممكن تذكرتك الله
ده شغل نبوة بقى، ده مش شغل ملوك ولا أباطرة ولا إمبراطوريات ولا كده، ده شغل ملوك، ده شغل أنبياء، إنه يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني هو مصابر نفسه مع أخينا ده لغاية ما يهتدي. ليه؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبيقول له علشان كله ده، واخد بالك، ما تاخدهاش في نفسك، ما تزعلش يا رسول الله، لكن العبس وتولى ده الكافر، الكافر ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفعل فيه ويفعل فيه. نعم. ومجت رواية إنه لا ده النبي، لا احنا رافضينها بعض التفاسير فيها كده طبعا. ما انا بقول لك جت روايه، واخد بالك، عن عمر بن الخطاب، لا نقول له لا، وبل ان بعض الصحابه اعتقدت المعنى ده، واخد بالك. مظبوط. طيب اذن حضرتك بعد الفاصل ان شاء الله نتحدث فيه، هل العصمه في نفسه الشريفه فقط كرسول يوحى اليه وينبأ، ام كذلك في جسده الشريف؟ ان شاء الله بعد الفاصل، ابقى معنا.